بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله الله ما بارك فعلها تصبح مبروك بارك الله صباح اللي صباح هناك بتاق شوفوا بارك الله الخير الخير بيتها الليلة بشتاء وصبحها بشتاء وصباح الخير عليكم الله إلى كل شيء باقي ناعس وأنا في قطني الشتاء شوفوا بارك الله شوفوا بارك الله شوف الخير مولانا الحمد لله اللهم لك الحمد شوفوا شكون فاق شوفوا شكون فاق شوفوا محمد علي فاق واش فقتي واش فقتي فقتي انت فقتي اشنو هادشي اي شكون فاق شوفوا شكون فاق شوفوا شكون فاق شوفوا شكون فاق شوفوا 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 شنو هذا شنو هذا هنايا واش البطاطا ولا الحليب ولا شنو داكشي غير مسخ قلب صباح الخير قلب صباح الخير قلب صباح الخير قلب هذا الصباح هذا صفحة الشتاء تبارك الله وحنا فرحانين بالشتاء الحمد لله قلب رمضان دخل علينا الحمد لله والصحة والبركة والأمطار الحمد لله يلا هاك هاك يلا هاك 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 يلا قلب انا كنعس مع با قلب انا كنعس مع با ها قلب انا كنعس مع با قلب انا كنعس مع با يا هذا حيت صح شوف محمد علي باقي منفخ عند الناس شوف باقي منفخ عند الناس اللهم بارك على هذا الخير اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك على هذا الخير تبارك الله تبارك الله تبارك الله شوفوا 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 الله بارك شوفوا 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 يا الخير مولانا يا الله يا الحبيب اللي يعرف يعرف الله شوفوا 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 ما شاء الله يا الله تبارك الله شوفوا شوفوا صار شوفوا الما كيدخل هنا والله الا الما كيدخل اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك شوفوا شوفوا المشي باش ماشي في لابيراس شوفوا 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 لابيراس كامل عمار ما شوفوا شوفوا لابيراس عمار بالما شوفوا تبارك الله شوفوا 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 هذا الخير هذا تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تقدرش تخرج لبرا عرفتوا حشت تبارك الله رعدية ما اقدرش نخرج لبرا هاي دابا في الكاميرا ما عبالكمش مزيان بحال دابا صباح الخير صباح النور انا صباح الجلسة صباح الخير حبايب ديالنا كيف انتم لاباس عليكم بخير مزيانين نتمنى من الله تكونوا كاملكم بخير وعلى خير تبارك الله وحد البر وشتا اللهم صل على النبي بيته وصبحت الخير كما شفتوا ما يدي الحمد لله يا ربي الحب والله حتى فرحانين عليها واخا ملي كيكون الشتا كنبقاو داخل ما كنخرجوش ولكن الحمد لله انا جبرتني والله الى نوت صراحه باقي ما فطرناش غسلت القشوع ديال كانوا عندهم القشوع يعني ما كانش يغسلوهم ايوا جمعت الكوزينه ايوا جيت نجلس جاي نوضو كامل عاد نفطروا ان شاء الله يا ربي خصني عاد نطلع انا بط الحوايج محمد علي ما غدرتش نفتح الباب بالسطح والله ما غدرت
باش نلبس له صراحه. اشتبت تبارك الله، شبالك قدر دابا تطلع على السطاح راه هذيك شوف. وفي الحقيقه المشاهدين الهضره ديالهم صحيحه اللي كيقالوا لنا شحال هذه خصنا نفتحوا الباب من لهان بلاصه المرايو اللي عندنا فيه الملاطي في الدخله الدروج، نفتحوا من تما الباب ديريكت تحل للبيت مريم ومروه صافي، باش ما كان بقاو نفتحوا لا باب الصح لا ولا نفتح الباب الصح ما بغاد نشير ولا شي حاجه تعمل في السطاح. يعني ملي كندخلوا البيوت صافي كندخلوا من الحيط من داخل. ايوا صح فهمتوني. وبالله بالله لا نوري هذا المشاهدين باش يعرفوني علاش كنهضر، لانك نتوما المشاهدين كنتو قلتوها لنا. شوف انا نوريكم. شوف دابا الا بغينا نتوما عارفين دابا الا بغينا نخرجوا البيت النعاس ولا البيت مريم مروه اللي عندنا هنا الفوق، نتوما عارفين خصنا نفتحوا الباب. انا يقدر يضربك الريح والشتاء بزاف تبارك الله كما كتعرفوا دابا والله ما نقدروا نخرجوا. هاد شوفوا هالفكره اللي كنتو اقترحتوا علينا نتوما دابا ملي كنطلعوا من هنايا احنا دابا الدروج وما هادو كنطلعوا من هنايا عندنا هذا الباسيو هذا هنا هذا ماريو فيه الملاطي ياكو. هنا قلت لنا نتوما علاش ما نحلوش الباب من هنايا كتخرج ديريكت كتدخل للبيت. وهذه الفكره صراحه حتى انا فكرت فيها وعجبتني الفكره ديالكم. يعني هذا البيت جا هنايا كندخلوا ونفصل البيت مريم ومروه، والبيت ديالنا هو كيبقى على اليمين فهمتيني. هو الفكره اللي قلت لنا صراحه واعره وعجبتني. يعني نعمل واحد الباب هنايا بلاصه هذا الماريو هذه ندخلوا ديريكت، وعاوتاني انا نكونوا كندخلوا عاوتاني البيت ديالنا، والباب هذه اللي عندنا عاوتاني ديال الحديد اللي كتدخل للبيت تما ديك الساعه نقدروا نخليوها ولا نقدروا نسدوها وصافي. هذه كتبقى لنا الباب عاوتاني ديال السطاح، كتبقى الباب السطاح بوحده. صراحه الفكره ديالكم واعره في المستوى، انا عجبتني الفكره. وان شاء الله داكشي اللي غنعملوا دابا باقي ما كتبش وصافي، باقي ما وصلش الوقت ديالها نحلوا الباب تما. هادشي اللي كاين. كبيده صباح الخير اسحب لي باق. قلت باق عجبك باق انا عسى شنو شعلة التلفاز ولا اي وليدي عجب الله نيته راه شوف بحال ماريا هي بزاف ديال الناس ملي كنت مرت انا فيديو ملي كنت انتينا يعني في تطوان من نص كنا نعسنا كيقولوا علاش يعني عندكم بيوت النعاس الفوق وكتنعسوا لتحت علاش هذا هو المشكل. المشكل هي الباب الباب وانتم عارفين بحال دابا ملي كنبلغ لك يوم ربي عندك من شهر 4 الفوق يعني كنعسوا يعني الفوق كل جو سخون عادي لكن دابا ما نقدروش لا ما نقدرش دابا العائله الصغيره يعني مين كنا يعني براسنا بلا عائل صغير كنا كنعسوا صراحه واخا كيكون الشتاء كنا كنخرجوا يعني ما كنغطي راسها وكنمشي نعس. اما دابا العائل ما نقدرش الصراحه كنخرج ما يضربوا الهواء يعني كنقصروا حتى لجوج ديال الليل ولا الوحده وانتنا عاد وكيكون عطلع من هنا لتما عايد ضربك الريح ولا كشتا حنا وكان مرضو ما هو باقي صغير هو دائما مرض دائما تخرجوا الهواء صافي في البلاصه كيمرض هو لا هيدا يعني فكان نعسوا لتحت وان شاء الله يا ربي كما قال لكم علي مع المده ان شاء الله ماشي دابا يعني مع المده يعني توصل للاجل تيكتاب ان شاء الله نحلوا الباب تما عندنا في بالنا ان شاء الله غنغلقوا الباب اخر ونفتحوا الباب اخر ان شاء الله يا لان شوفوا دابا اول حاجه كما قلت لكم ويصال ما فتحش هذا البرد بزاف تما البرد تبارك الله في ديك المواحل الفوقانيين بزاف زائد ان ملي مثلا حنا سخونين قصارين هنا كنبقاو حتى لجوج ثلاثه مع التلفازه ملي غنمشيو نطلعوا لتما مثلا البيت النعاس انا حتى مرة مروه كينعسوا تما في الاول دابا منعت عليهم من طلعوا لتما كانوا كيصبحوا مراضين بالروح قلت لهم صافي ستوب حبسوا صافي ما بقاوش ينعسوا تما تما بقاو كينعسوا معنا هنا لتحت انا تصور انت سخون ومشي تفتح الباب مباشره والريح صافي في البلاصه يضربك الريح كيف راه كلوا حنا هاد بعديك في الاول ديال العام لا انا ولا العائل بعدي كنا دقدقنا والله الا وانا ضمننا الفطور نوط يلا صافي واخا دابا نوض هو دابا يتحرك مروان ما طلخات نزيد نغطيوه طيب هذا قلبي عليه صافي صافي انا لبست وساليت من بعد ما فطرنا جلسنا الصراحه شتا بغات شي دفتر بانو بقى نستنى على المغرب بانو بقى حتى المغرب العصا راه قريبه ايوا الا بقيت كنستناها يعني ما غنمشيش نهني خصني ضروري نمشي شوفوا ما عندي ان شاء الله ما عندي لا طحين لا بيطات لا سكر لا سميد اجي ولكن فسرت لهم ملي ماشي شكون ماشي دهني وشني ماشي وشني لان كاين اللي ما عرفش فاهم عندي جنب الموضوع
خلي النيشه ماشي نهنيش حتى ما عارفينك شي حتى علاش هذا هضر صيد الطحله. شوفوا دابا ما شاء الله مشى نهني سهيله مراد عبد الفضيل ولد عمو ديال عالي، يعني ولد عمو شقيق، زاد له دري العايل الله يجعل يتربى في عزهم وتبارك الله. هذا المولود جاب الرزق ديالو، جا تبارك الله جمع الروض. شوفوا سبحان الله ربات عزهم ان شاء الله. عنده عنده دابا تبارك الله اربعه ديال العزاله، وسبحان الله فوقاش ما كادم فيس كاين يجي السبع ديالها في الشتاء. فوقاش ما كاد ولد سهيله كيجي السبع ديالها في الشتاء. دابا دابا هذا الرابع عندهم ياك؟ هذا الرابع عطاه لهم الله يتربت عزهم ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. دابا العموم عنده اربعه ديال الرجال والوليد عنده خمسه، يعني الوليد والعم فصيله واحده. فصيله واحده. انتم خمسه. دابا دابا الفضيل والوليد ديالي وعم يعني ولاد العم، ولاد العم شقاقين ولد عمو. هذا السلام عليكم المتابعين وصباح الخير عليكم واخا العشيه، لان الشتاء ما كان وضفتنا معطلنا ما قدرناش نوضف. تبارك الله خير الله يرحمنا. والعموم اش بنقول لك، اللي بنقول لك هو الله يرزق الصحه والسلامه لوالديك، رزقك باش تكون معاهم، باش تكون معاهم. الحمد لله على هذه الخيرات اللي سيدي ربي ما قادرش يخرج من الدار، والله العظيم ما قدرناش نخرج. وحال الريحه بزاف ضحي باش تهوي الدهني، بضحي بضحي براسها لان هذا الشتاء هذا الريح نخافوا عليه. احنا قلنا زعما عندك والله الا عنده الحق عندك تمشي في الحدوره مع الزيتون ضرب شي طايحه تما الله يستر، لان عرفت الغيظ بزاف كيزل اقسم بالله. باقي صبادي قومه ما بقاش البوط صافي الثقل الثقل باش ما يديكش الريح. وصب هذا يسلكك دابا، عرفتي مع المروش تما كيفاش تبارك الله الغيظ دابا. تبارك الله مع عرفتوا انها راه كما شفتوا ملي صورنا معاكم في الصباح ديك الشتاء الصباح حتى لدابا نص نهار والشتاء خدامه، ولكن الريح الريح زاد بزاف تبارك الله. الريح الريح ريح تبارك الله بزاف. دابا تينا خاصك باش باش ما يديكش الريح وشاشه ثقيله، ديك داكشي كرتونه ثقيله باش انا بغيت نخلي فيك الريح ما يديكش. اما انا مشيت ذات قال بيديها الريح ولا ديها ماشي حقه بصح واقع الكرتونه تفكرت واش يا نسيت ما جبتهاش الكادو. ندي لك كادو لا حتى حاجه، عندي الكادو ان شاء الله حتى الغدا السابع ان شاء الله يا ربي عن الدح. حيتاش هما قربوا السابع، احنا كنا مسافرين يعني ما مشيتش لهني، هو اليوم كاين لهنا ولكن هما قربوا السابع لحسب رمضان. ودابا ان شاء الله عن الدي عيد الفلوس في يدي كافين على الكادو كامل. من كيحضروا الفلوس والله الا عند الصح، من كيحضروا الفلوس ما كتبقى فيها لا طحين لا بيطات لا سكر لا لا كادو. عند الحق واخا تشري لك كادو 100 درهم او 200 درهم او 300 درهم الشباب يعطيها لي الدح سلم ديك الكادو. شوف لان واحد واحد كتعطيها شويه واحده شويه وكتجمع الناس في الاخر كتفرح به احسن من ديك الكادو بالعاد. الكادو دابا النفسه مسكينه راه كلشي كيجيب الكادو اجو بزاف مثلا السكر بزاف ديال الطحين بزاف ديال هذه. حنا في بلدنا معروفين معروفين بالتقاليد ديالنا ديك الطحين والسكر. اجو تبارك الله الخير. يعني خاصنا واحد الافراد هي تاهي يزولوا كادو يعطيو فلوس باش ديك الفلوس عاو كي كيبانيو بهم زعما كيجبروهم حتى يعني نفسها كتفرح بهم اللي كتجمعهم. يعني ديك الحوايج اللي تجيب ديك الترابي يضرب واحد شهر ثلاث شهور يكبروا عليه يصغروا عليه. هو صافي جبروه صافي صافي مومه كبيره. هو يلا ارى بسم الله. لا 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 ولد عمو لا 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 تا تبقى دير دقيقه كان وصل الفلوس رجع يوراني تبقى نقول لك وما فلوسنا واحدين وانا وانتينا واحد واحد وحنا ما عندناش باش شي حاجه مشروع. حنا بيناتنا ولادنا الراجل صباح كصبح صباح نوض غلغوت واحد النهار الراجل كيف صباح تقول لك دفطار تا دفطار ودري يعطيك الراجل يروح 4000 بالسياسة. شوفوا على الله يكون الريح نقص شويه لان قبل تو حر الريح خطير. لا بس ما كايناش الشتاء عاد حي انا واخا يكون الريح ما خصنيش يكون على الشتاء حي. وبالعكس نكون الشتاء ما يكونش الريح. غادي نشوف الريح باقي كما كتشوفوا ولكن يعني انقص انقص. قبل كنت تبارك الله كل العظمى بالله قبل. عاد ما يجي. مسطح شوف شوف هذيك في السطح شوف. واخا تفزقت بقوة الريح تقلت بالماء تكون وجات في هذا. بيكون في لاصه الوقيل. لا في الكومه وعيبقى تما شي صباط بعده وراه كامل الماء وكل شيء ده وراه كل شيء عمار بالماء. صح والله علاش عملت لا بس حتى حاجه ما فازتش. اسير المرا بعد شو ذا الباب عاد لاصال باش ما تفزق لنا شي ذيك البياس من تما بالشاع طاع عباد الله. ليش فتح ذيك الباب ليش؟ البارح انا شديته هي نظفها الصباح وفتحتها. واو
وعاد طلب الفلوس هذه ما صدقت وعاد طلب الفلوس اي ما صدقت حتى الباب يتفزق لي تما الماتريال اللي عندي لا صار وعاد طلب الفلوس نقرا ديك الشيطان معودنا كي ما صدقت حتى ريال صافي خلصت لك الفلوس اي والله انتوما بدات تلقى انتوما تلقى راح يعطيها صافي باقي نجبان في رجلي اجي صبا دلقومه حس بدينا دمن والله ما عرفت هذا من بالله بنيتك باغي هذيك بتجيبك على راسك قلب القاع قلب القاع لا 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 هذيك بالزلقه كالشريط ولكن شوف احسن شوف صباط اليوم البوطه واش منيتك البوطه ماشي للمدينه البوطه بس اللي كاكاو يوصل فهاد البروج في الحدوره وعلاش ما طاح لي حل فيك وعندها طلعها من تحت لا تجيبك على راسك ونهود مع الدار دعمي قاسم ونهود مع سيدي لا لا اهبط من هنا اهبط من هنا يا هي اه بطمه زعما تما ديك السواقه ماشي الاصل وصل يا لك تما القدرون ما تماش الغاز بقاونا الكورنيش والله الا اسر فتش عليه راه عليهن بلايكو في الفرن ولا شوفوا عند قوه الريح واكل شيء تقلب وشوف شوف الكراسه اللي لا لاحظتوا شوف الكراسه هنايا والحمد لله ديال الكراسه ما خرجت ما خرجش طيحين الطابله تشوفوها هي عاود كل شيء تقلب الريح ذكرني بالمره اخرى عاوتاني فاش كان ترسلنا فاش كان ترسلتنا ديك الحديده اللي في هذا الاتجاه اللي فيها البلاط ضا وديك لا هذه هذا الريح هذا عاوتاني تبارك الله ولكن هذا الريح هذا عاوتاني كيجي بالشتاء برضي الصباط قلب الغزالة هذه يا عيب الله دخلت به التلدي هنا وغاية صفنا الدنيا قلب حي ضرر لي داغية فلوس بانية قلب شنو يا روينة دخلت به تلا الغزالة تلي هنا قلب غاية صفنا الدنيا قلب طبعا لش السيرة خايلة شو كلب النادي اللي تغاية صفنا شوفوا عيب الله شوف داغية شتمز زد ضحي شتمز داغية رالي رالي ما نمشي على اي 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 هبطات هبطات ولد عمي هي هذه هي هذه اللي كنت تشوفوا دارت السيمة حدا المقبرة هذيك دارت ولد عمي اللي على البرد إلى رويسة تبارك الله خير أروح الحديدة عاود اللي فيها البولة عاود هنايا عاود طاحت كالت غير الشجرة هذيك كما كتشوفوا شوفوا هنايا كل شيء مقلوب الريح خلف ضحايا كثيرة يا سادة السلام عليكم معكم مراسل من مدينة بني أحمد أو قبيلة بني أحمد الإخوان كما كتشوفوا اليوم بسبب الرياح وقعوا لنا خسائر كثيرة من هذه الخسائر وقوع كرسيان ووقوع كرسي هنا الطنجرة مشات لنا ومع ذلك فرحانين بهذا الشتاء والخسائر الكثيرة اللي وقعت أن أحمد ما قدرش يخرج من الدرق وما الريح أحمد غطى الملطة ما قدرش يخرج وأكبر الخسائر وأحمد لما خرجش منه وظهور كتلة كثيرة حول حول أحمد وظهور وضباب كثيرة زخات مطرية كثيرة في الجهة أحمد والسبب دياله والحمد لله أحمد ما هنا ما يخرجش منه مش الكاميرا ذي يروح تحلى منه يا ربي لا ما زيش شيء سيء لا اخرى وزيدنا شيء وزيدنا في الريح باش حنا يخرجش ما يخرجش ما يخرجش شي يخرج انا خصني نبقى عاد داخل خصني دابا حنا نخرجوا ندورو هنا هو هذاك ما يخاف من الريح معوق فيه بزاف بيدير الريح اش هو قال خصو شي يخرج هو جي معاه يبقى داخل حتى كيشوف برا قال في التلفازه من هذاك الشتاء اي فقت الجو ثلاثه دابا بيجي موري بنطلعوا للسوق عندنا شي شغل صح يعني دابا فتره وصلت دابا راه وصل عند الزهر شوفوا واش تما جا شوف وريه من الدرد شوفوا شوف عندها الضطر وريت انا شوف انا نزومي معاه الجبل هذا اللي هنا اللي كحال عند الشتا شوفوا شوف الا لاحظتوا هنايا الشتا كتجي غربيه من هذا الاتجاه هذا الله اكبر العصر كتأذن تبارك الله على ريح شوف شوف الله اكبر هذا اللي كتشوفوا هذه هي الدرد العموم ها هي هذا دور العوزين فين هذيك الكراطة؟ واش الكراطة نجر هذا الشيء؟ انتما كما كتشوفوا سياقة انا هاد البلاصة هادي هنايا نظافة من الإيمان واش كون فاق شوفوا صافي نعاسي وفقتي ايك يا النعاس يا صافي نعاسي 25 دقيقة ولا نص ساعة صافي فقتي شنو هادشي يا صاحبي علاش مبقيتش شي ناعس علاش